قبح الله بني أمية، أيولون مثل هذا على العراق؟ قد جمعت حصى أرميه بها. انتظر إلى أن يتكلم. اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين، السلام عليكم. ويلكم، يسلم عليكم أمير المؤمنين، فلا تردون السلام، والله لا أؤدبنكم غير هذا الأدب. أعد. من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين، السلام عليكم. أيها الناس، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد ولاني أمركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم، وأخبركم أنه حين ولاني عليكم قلدني بسيفين، سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة. أما سيف الرحمة فقد صبني في الطريق فأضعته، وسيف العذاب والنقمة فهذا هو. أنا ابن شلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل الكوفة، إني والله لأحمل الشر بحمله وأجزيه بمثله، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة، وإني أرى رؤوسا قد عينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، كأني الآن أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. إني والله يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومفاسد العراق، قد فتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم أوضعتم في الفتن ومراقد الضلال وسننتم سنن الغي، وإني والله لألحونكم لحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وإني لا أعد إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخلق إلا قربت، ولأهبرنكم بالسيف هبرا يدع النساء أياما والولدان يتامى. إن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم
وأن أوجهكم لمحاربة الخوارج مع المهلب. وأقسم بالله العظيم لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا سفكت دمه وانتهبت ماله وهدمت داره. أيها الأمير، أيها الأمير. ماذا؟ تراني شيخا طاعنا في السن لا همة فيه ولا طاقة على القتال، فأن تعفيني من اللحاق بالمهلب وتأخذ ابني، فهو شاب بدلا مني. فذهب، فابنك خير منك. توقف أيها الأمير. هذا عمير بن ضابئ، كان في يوم الدار في مقتل عثمان بن عفان، وقد داسه وكسر له ضلعين. إن في قتلك صلاحا للمسلمين، أضرب عنقه. هاته. أعوذ بالله.